لك انا سويت انا صايم. اشرب يا معود، ورث خواتك اخذته كلي تبك على الماي، ليش راح؟ هاي دري احكي هذا؟ عيني ابوي عصومي، قوم صيح لهذا اخوك. عسل عسل الاذان حتى يفطر يلا. يلا ابوي بسرعة. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله. الو دي يسمع صوت الاذان، صوت الجيران ما يسمعه، كم يداقين بابنا وصياحهم وعياتهم علينا بسبب التجاوزات الخارجيه من الباب، سبب التجاوزات مال المحله. خالو لا تحكي على اخوك ابد. خالو ابننا ونعرفه، ليش نغشم روحنا؟ لا اله الا الله. بسم الله بسم الله. خالو ما تقرب التمر يمي دا اشوفه. طيب التمر خذ بالعافيه. طيب يا خالو خلي شوفه الحين شوفه. مثل ما تشوف اعراض العالم، خزيتنا بيوم يا صاعد لك بالسطوح وتباع على اعراض العالم، الجيران داقين بابنا. ايش في هذا؟ ايش دري يحكي؟ خالو ما يصير هذا الحكي انت اخوك، كافي عاد. خالو ابننا ونعرفه. ما يصير هذا الحكي. استغفر الله. استغفر استغفر استغفر. الديون مالتك ورا رمضان كلهم راح يجون يدقون الباب. حساباتك لا تنساهن، روح سبح. عصومي بابا ما يصير هذا الحكي، هذا اخوك. خالو كافي عادي، بدنا نعرفه، ليش ايش تسوون؟